وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد. مساء الخير دكتور محمد في نشرة أنباء ثالثة. ما قراءتك لمضامين كلمة جلالة الملك المعظم التي ألقاها يوم أمس في قمة جدة للأمن والتنمية؟ طبعا محاور مهمة للغاية تطرق إليها جلالة الملك المعظم في كلمته التي ألقاها في هذه القمة. طبعا في البداية حضور جلالته الشخصي وحرصه على التواجد في هذه القمة يؤكد اهتمام مملكة البحرين البالغ بأهداف ومخرجات هذه القمة. في الكلمة التي ألقاها جلالته ركز على مجموعة من العناصر، في مقدمتها طبعا التقدير الكبير الذي تكنه مملكة البحرين تجاه المملكة العربية السعودية وتهنئتها بنجاح موسم الحج وبتنظيم هذه الشعيرة المهمة بالنسبة للمسلمين حول العالم. في نفس الوقت إشارت جلالته إلى ملف مكافحة الإرهاب والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، هذا ملف مهم للغاية يؤكد حرص مملكة البحرين على معالجة واحدة من أهم التحديات التي واجهت دول المنطقة خلال السنوات الماضية، وهي مسألة التدخلات الخارجية ومكافحة ومحاربة التنظيمات الإرهابية. أيضا إشارت جلالته إلى القضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، يؤكد الالتزام والحرص الدائمين لمملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية. إذن مجموعة من هذه المحاور التي تطرق إليها جلالته في كلمته كانت في الفعل تمثل جزء كبير جدا من التحديات والهموم التي تسعى دول المنطقة إلى معالجتها. نعم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد، شكرا جزيلا لك.